نعود مشاهدينا الكرام ورحبوا بكم مرة أخرى، ونقول أنه لهذا الموضوع بالحق استدعينا ثلة من الضيوف، وهم السيد على يميني سيد منجي عبد الرحيم، كاتب عام جامعة المهن والخدمات ومثلا الاتحاد العام التونسي للشغل، مرحبا بك. بجانبه سي الدكتور سي محمد الزغل، وانا نقول هنا قلت دكتور سي محمد الزغل لان عندنا ركن ردود وتفاعلات، وفيما يخص برنامج اطفال القمر اللي خصصنا له بتاريخ 13 فيفري 2009 عندما احتفلنا بعيد ميلاد القناه، خصصنا 17 ساعه من البث المباشر، وكانت مداخيل الاس ام اس مده 17 ساعه هذوما لفائده جمعيه مساعده اطفال القمر. في ركن ردود وتفاعلات استدعينا السيد نعمان الحكيم وهو رئيس الجمعية، والدكتور الزغل، والمناسبة هذه استدعيناهم باش نقدم لهم كل المساعدات اللي وصلتنا النقدية، وأيضا كل المساهمات اللي جات من طرف المواطنين عن طريق الأس ام اس في قالب شيك. بارك الله فيكم على حضوركم. كان تسمحوا ايضا نرجع الموضوع باش نقولوا معنا سي حافظ الغريبي ممثل عن جريده الصباح الاسبوعي وهو معنا في برنامج المناوله. نقول لك سي نعمان مرحبا بك، ونقول لك بربي بعد ما عملنا 17 ساعه من البث المباشر واللي تفاعلت معاه منظمات وجمعيات والعديد من المواطنين ايضا، انتوما والوليدات اللي بالحق يعني ما زالوا يعانيوا من المرض هذايا، شنو كان احساسكم؟ شكون وشنو كان رد فعلكم؟ بارك الله فيك سي فوزي. قبل ما نبدا نحب نشكر قناه حنابال اللي عرفت بالمرض هذا، بالرغم انه هو مرض قديم برشا كما تعرف سيادتك، ما ثماش معناتها تو في كام تراب الجمهوريه وخارج تراب الجمهوريه ما يسمعش بالمرض هذا، معناتها حاجه مهمه برشا بالنسبه لنا، معناها تفاعلوا معنا، معناها الناس فئات متنوعه، ثم برشا صغيرات مصابين بالمرض هذا الحمد لله رجعوا يقراوا خارج الله عدد. أي ثم شكون حتى وصل السنة ثامنة ثمانية سنوات تسعة سنوات وما تلحقش بالدراسة وقاعدين نعملوا في مساعي باش يرجع للدراسة نتاعو، مهم برشا. ثم ردود فعل معناتها برشا أطراف، من دور ثقافة، من جمعيات، من طلبة، من رجال تعليم، كل معناتها يحاول باش يساندنا، يحاول باش يعيننا، ونشكرهم معناتها كون بالاس ام اس، كون بالانترنت، كون بالهاتف، معناتها اتصلوا بينا ويحاولوا باش يعينوا معناتها الجمعيه. يعطيك الصحه بارك الله فيك. دكتور، وانت مجند نفسك بكل صراحه، وانا نقول والله نقول بكل صراحه ان شاء الله الطب الكل كيفك صراحه، لاني بشرت معاك بعض العمليات عن قرب، وقيت فيك بكل صراحه مش في وجهك الشخص المناسب في المكان المناسب. بعد ما خذيت الجمعيه والمرض هذايا، نقول انا مش ما يكفيه ما القدر الكافي من الدعايه ومن الاعلام اللي انصفوا، فماذا كان رد فعل الأولياء هؤلاء الأطفال المرضى بالنسبة لك أنت، وشنو كان الإقبال عليك في مكتبك اللي فاتحه أنت نهار كامل على ذمتهم؟ طبعا العدد اللي كنا نشوفه فيه، فما ناس ما كانش تعدي مش معروفين ولا وجاوا يعدي، فما حاجة عندها أهمية كبيرة هو هذاك كانوا يحسوا أن نفسهم معزولين، توا خرجوا المجتمع وفما وحيد ما كانوش ساعات يجيو يداويو يقول لك لا بلا خلي مرة جاية ما تنساش داويني مرة جاية، توا لا هما يجيو ويحبوا يداويو، معناها هيك العزلة خرجوا منها وشعروا أن عندهم مكانة في المجتمع وأنهم يجموا ينجحوا. وإحنا قمنا بعديد من النشاطات معناها في الفترة هذه، والنشاط الأخير قمنا ب وهذا من دعم من جمعية لاينس كلوبس دويان تونسي اللي عطاونا نظارات خاصة اللي واقية من أشعة من فوق البنفسجية، ونوريك صورة اللي تتكلم وحدها، لأن إذا كان نشوفوا الطفل هذايا اللي ساعات وقت اللي يجيني المكتب باش في العيادة ما يقيمش راسه، ما يجيبش يقيم راسه حتى باش نشوفه ونشوف الأورام اللي عنده. الآن وقت اللي وحط النظارات رفع الرأس بعد ما لبس رفع الرأس، وكانوا الحاضرين بعض منهم عينهم دمعت من الحاضرين اللي هما عطاو النظارات، والحاضرين اللي هما كان عندهم شعور نبيل جدا
وكانوا قبلوا جميع المرضى، والمرضى خرجوا معنا فرحانين. وأول مرة نشوف أنا الأطفال هذوما يلعبوا ويجريوا في وسط إن شاء الله ديما يلعبوا ويجريوا، إن شاء الله ديما يعيش مرفوع الرأس، مرفوع الرأس معناها فرحة كبيرة جدا. مشكورين على كل حال ويعطيكم الصحة. وهذا مثال يحتذى به من الجمعيات اللي عندها باع وذراع وتخدم بالفعل بحق يعني وبجدية وبكل ضمير. سي حافظ عندك تعقيب صغير تفضل. تعقيب حبيت نبين هنا من المنبر هذايا أهمية الإعلام في معناها تحسيس وتوعيد المواطنين وإشعارهم بالوضعيات هذه. نحب نقول اللي بالنسبة لجمعية أطفال القمر اللي كانت جمعية مغمورة وكانت إمكانياتها محدودة جدا وظروفهم ربي يعلم بهم، وحتى الناس ما كانوش يعرفوا مرضهم اللي موجودين مرضى، بفضل قناة حنا بعل تسنى لهم باش يعرفوا أولا مرضهم، الناس باش تعرف الناس هذوما على حقيقتهم، باش تقف معاهم، باش تأزرهم، باش تعاونهم. وهذه نقطة إيجابية تحسب لقناة حنا بعل، وأنا من منبر هذا بوصفي إعلامي حبيت نوجه بالشكر خاص قناة حنا بعل اللي أنصفت الناس هذوما عاونتهم، وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم، وقناة حنا بعل ما قامت إلا بالواجب. بارك الله وإن شاء الله تداوم وتواصل وتقوم بهالواجب وأكثر من ذلك أيضا. سي نعمان هذايا معناها مساعدة نقدية من مواطنين جاءوا إلى القناة اتصلوا بالقناة ومدوا هذوما الجوز كالوليدات اللي عندهم مرضى بعينيهم، هذه مساعدة نقدية أيضا للجمعية من عند المواطنين. ونتفضل نعطيك السك هذايا. أحسنت. باسم الجمعية. بارك الله فيك. تفضل سي نعمان. يعيشك. أحسنت. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. حبينا نشكر وإحنا بدورنا معناتها قناة حنا بعل ونحبوا معناتها باسم أعضاء الجمعية كاملين نحيوا قناة حنا بعل وجميع الإعلاميين اللي ساعدونا كي سي مراد، سي عبد الرزاق، سيادتك معناتها جيتنا في ساعة، كل من يعمل في قناة حنا بعل من قريب أو من بعيد كان عنده سي العربي ناصر، معناتها الناس كل وقفت معنا باش عرفنا بالمرض هذا. احنا هو الهدف نتاعنا هدف نصوروا انا نبيل، معناتها نحبوا نعرفوا بالمرض هذا ونحبوا نعرفوا الوليدات هذوما راهم ناس طبيعيين عندهم حق الحياه، حق التعليم، حق البقاء. انتم وصلتوا هالرساله كاعلاميين، وكما قال سي حافظ معناتها مهم برشا معناتها الدور الاعلامي معناتها اللي قمتوا به انتم باش احنا عرفنا بالمرض هذا. حبينا نقدموا معناتها القناة حنا بعل. يعطيك الصحة، مشكورين على ذلك، بارك الله فيكم. من جميع أعضاء الهيئة معناتها قدمت تحب تقدم هدية معناتها باسم جميع الأعضاء للقناة حنا بعل. بارك الله فيك. بارك الله فيك سي فوزي. شكرا. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. يعيشك. شكرا على كل حال. وأنا نحب نذكر إنه 17 ساعة كان أمنها عبد الرزاق الشابي وزميلتنا مريم بن حسين، مشكورين على ذلك، مشكورين على المجهود اللي بذلوه بمناسبة نقول مرة أخرى عيد ميلاد القناة.